بعيش الصاج. العيش الصاج عندي دقيق هحط عليه رشة الملح وهحط عليه زبادي، وعندي لبن هحط عليه السكر والخميرة. أنا عندي هنا خميرة فورية، لو حطيتوا كل المقادير على بعضها مش هيبقى عندي مشكلة لأنها خميرة فورية، لكن لو أنتوا هتستخدموا خميرة بيرة يبقى لازم هتعملوا الخطوة دي اللي هي السكر والخميرة الأول على اللبن الدافي وبعدين تكملوا. في الحالة اللي احنا فيها دي عايزين تحطوا كل المقادير الجافة على بعضها وبعدين المقادير السايلة يعني مفيش مشكلة. طيب هنا دقيق وعليه رشة الملح. أهم ملحوظة عايزاكم تعرفوها هنا إنه طالما حطينا المقادير بتاعة اللبن حطينا عليها مقدار اللبن حطينا عليه الخميرة يبقى لازم تستخدموا اللبن كله، يا إلا تقسموه نصين وبعدين ترجعوا تشوفوا هياخد معاكم الكمية كلها ولا لأ، لانه في الحاله دي لو ما خدش المقدار كله يبقى مش هياخد الخميره كلها. تمام تمام طيب تعالوا بقى هنحط اول حاجه هنا الدقيق اللي احنا حطينا عليه رشه الملح، ننزله هنا. انا عايزه اوسع لنفسي بس عشان عايزه اشوف هنا ايه الدنيا. نحط الدقيق وعليه رشة الملح، نقفل، نبتدي نشغل على سرعة قليلة وبعدين ننزل اللبن بالخميرة والسكر. بسم الله. وهنا احنا لما بنعمل كده كمان بنعمل تيست للخميرة، لو بدأت تعمل فقاعات هواء على وش اللبن الدافي يبقى الخميرة بتاعتنا شغالة. المعلومة التانية اللي عايزة اقولها لكم إن الخميرة لازم تنزل على لبن دافي، لو سخن الخميرة هتموت، لو ساقع الخميرة هتشتغل بعد فترة طويلة جدا. بعدين أنزل عليها الزبادي. أما يختلط كل ده مع بعضه كويس جدا جدا هيبقى ده شكلها. بعد ما تخمر هنبتدي ناخد كورة على قد الرغيف اللي احنا عايزين نعمله ونفردها رقيقة خالص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك عامل ازاي، سمك رفيع خالص خالص. بعد كده هنسيبها تستريح مره كمان، عشان كده انا محضره كل المراحل، لازم نسيبها تستريح مره كمان عشان ناخد نتيجه احسن حاجه. هنجيب طاسه، اي طاسه ما بتلزقش، اي صاج، اي حاجه عندكم بس تكون ما بتلزقش، وزياده في التاكيد همسحها مسحه خفيفه جدا بالزيت. يعني مش عايزه زيت ولا حاجه بس اخاف ان هي تلزق معايا تبوظ لي الدنيا. طيب درجة الحرارة لازم تكون عالية جدا، العيش لازم درجة حرارته تكون عالية جدا. عيش الصاج أنا مش عايزاه يقب، فعشان كده أنا معايا المنديل اللي عليه الزيت، لو لاحظت إن أي حتة فيه بدأت تقب أنزلها، لأنه أنا مش محتاجة إن العيش يقب معايا لأن ده مش عيش شامي. وسخن، بصوا فقاعات الهواء دي شايفين إن ده اللي أنا قصدي عليه بالظبط، بصوا بيقب إزاي أهو. أنا لو سبته كده استخدمه عيش شامي ما فيش مشكله برضو بالنسبه لي خالص، بس احنا عايزينه عيش صاج يعني. لكن بصوا اهو، بس تعرفوا من كده ان المقدار مظبوط، التخمير مظبوط، والحراره بتاعه الطاسه عاليه ومظبوطه. فهمتوا قصدي ازاي؟ انا بقى للاسف مش عايزاه كده، بس صعبان عليا انزل منه الهواء والله، مضطريه اهو. نفضل ننزل منه الهواء عشان انا مش عايزاه يقب. انا طبعا لو انا بعمله مش قدامكم ما كنتش حتى هسيبه يعلى العلو اللي هو عليه ده، بس انا بوريكم عشان تتاكدوا من نتيجه العجينه. الرغيف ده كده ايه استوى خلاص اهو. تمام تمام كويس جدا. ناخده، اهم حاجه في العيش اني اول ما اطلعه وهو سخن كده اقوم مغطياه، مغطياه بفوطه نظيفه بتاعه مطبخ، مناديل مطبخ نظيفه، اي حاجه. ليه؟ عشان ما ينشفش، لو نشف عشان ارجع تاني اطريه مشكله، يعني ايه مش اسهل حاجه. فخلينا كده ايه في الامان ونقوم مغطيينه اول ما يطلع. بعد كده عايزين
تشيلوه بقى تخزنوه في الفريزر مفيش مانع. اوكي نعمل رغيف واحد كمان عشان دول اللي بعد كده هنعمل فيهم السندوتشات بتاعه الشاورما اللي احنا هنجهزها مع بعض. درجه الحراره لازم تبقى عاليه جدا. اي طاسه عندكم هتمشي، ما عنديش مشكله خالص في نوع الطاسه. اهو في الصاج بتاع الفرن تحت خالص شغال برضو مفيش مشاكل. اهم حاجه درجه الحراره عاليه عشان العيش يستوي بسرعه وما ينشفش. وافضل اقلب كل شويه عشان اتاكد ان الناحيتين خدوا سوا متساوي. وانا زي ما انتم شايفين بقى كده ابتدي انزل عشان ما يعلاش مني. لاني عايزاه مش عادي. انتوا هتعملوه بقى اصغر وتستخدموه عيش شامي وتسيبوه يعلى مفيش مشكله برضو، مش هيقول لا خالص، ومغذي فيه الزبادي وفيه اللبن مفيهوش مشكله. طيب اهم حاجه في المقدار ان احنا نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها تبقى هي نفسها في كل المقادير. يعني انا بعاير هنا بعاير دقيق ولبن وزبادي يبقى بعاير كله بنفس الكوبايه عشان يطلع المقدار معايا مظبوط. اهو. طب العجينه لو انا عملتها وخمرتها ومش عايزه استخدمها كلها دلوقتي تعيش معايا في الثلاجه لمده يومين، ما تقولش لا خالص، نعملها زي ما احنا كنا عاملينها كده ونحط ما بينهم اكياس ونطلع الرغيف برغيفه لليوم. يبقى انا هعجن مره واحده ويقعد معايا 3 ايام اكل عيش طازه في البيت، وبعدين اعجن عجنه كمان وهكذا وهكذا وهكذا. عايزه اعمل العجنه كلها واسويها واشيلها في الفريزر برضو اوكي، كل واحد حسب اللي يريحكم يعني. طبعا برضو سمك العيش زي ما انتم عايزين، في ناس تحبوا ارفع من كده مفيش مشكله. انا شخصيا احب العيش مش رفيع قوي زياده عن اللزوم عشان احس بطعمه. كده تمام قوي اهو، شوف بس لونه من الناحيه الثانيه ايه. اه خلاص كفايه قوي كده. كده احنا خلصنا، هنغطي كمان الرغيف.